بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول سياسات قناة الجزيرة القطرية المعادية لمملكة البحرين، حيث تم تسليط الضوء مع إعلاميين وسياسيين على الدعم الكبير الذي تقدمه قناة الجزيرة القطرية لمختلف الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تقودها وتنفذها الجماعات المتطرفة الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. وفي هذا الصدد أكد السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى أن قناة الجزيرة القطرية وفرت منبرا للمتطرفين لنشر الأفكار واستقطاب الجماعات الإرهابية، موضحا أن هذا الأمر يشكل خرقا واضحا لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. توفير يعني منبر للمتطرفين لنشر أفكارهم والاستقطاب جماعات هو بحد ذاته جريمة. تحدثنا يمكن في بداية هذا اللقاء أستاذي بأن هناك مخطط قطري، وأن هذا المخطط له استراتيجيات، ولكل استراتيجية مبادرة. جزء من هذه الاستراتيجيات هي الاستراتيجيات الإعلامية التي تتم من خلال منبر الجزيرة، والتي تتم كذلك من خلال منظمات أخرى موجودة خارج الدوحة. تعمل هذه المنظمات كما تعمل الجزيرة على إنفاذ المخطط القطري. جزء من هذا المخطط أكيد هو وهو طبعا مخطط في النهاية يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، بغية أن يكون لقطر أو للنظام القطري دور معين على المستوى الدولي. للأسف هذا الدور يشكل معول، للأسف معول يعني هدم وليس معول بناء. هذا الدور جزء منه كذلك هو أن يتم دعم الجماعات المتطرفة، ولكي يتم دعمهم كذلك وبالأخص الدعم الإعلامي، بالعودة إلى سؤالك، يتم ذلك من خلال إفراد هذه المحطة التي الآن أصبحت في كل مكان لكي يعبروا عن أفكارهم، عن وجهات نظرهم، لكي يكون لهم مريدين، ولكي يكون لهم من يتبعهم. نتحدث عن صورة أو جزئية يعني معينة يعني من تقرير أو مادة إعلامية في المية، نتحدث عن يعني فرد مساحات ومقابلات طبعاً تلفزيونية طبعاً مطولة طبعاً مع هؤلاء القيادة. يعني ما خطورة هذا الموقف يعني وعلى الوضع المنطقة وعلى وضع يعني في رأيي يشكل خرق واضح لكل الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. أنت هنا تساعد جماعات إرهابية من منظمات وجماعات إرهابية مسجلة ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية الموجودة في العالم. يعني